نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لها تجمعها مع الإعلامية ريام سعيد، وكتبت على الصورة هذه الرسالة النصية: أنا بتكلم عن الإنسانة الصديقة اللي أكلت معاها عيش وملح وعشرتها بقالي 7 سنين، ما شفتش منها غير كل خير وحب، ووقفت معايا في ظروف قاسية جدا بعيد عن الكاميرات والتصوير والمجاملات. واخترت أصور الحلقة معاها لأنها تعرف كتير عن حياتي الشخصية، وكانت أكثر خوف مني عليا، والحمد لله كانت أمينة معايا جدا عكس الآخرون، وتعرض عليا برامج كتير ساعتها، وكنت في حالة صعبة، وبيها وبكل صديقاتي وبيكم من كل أنحاء الوطن العربي عديت الأزمة. المهم صورت واتفاجأت بكرو صبايا الخير، البرنامج الكبير اللي قدر يساعد في علاج أطفال كتير عن طريق تبرعاته، وصورنا شهر مايو. وبعد شهور طلبوني في برنامج القاهرة اليوم أواخر شهر أكتوبر، واعتذرت عشان ماديا كان نصف أجري، ورجعت كلمتني المعدة وابتدت تستخدم اسم صديق النجم إدوارد، وبعد كام مكالمة وافقت عشانه، وهو حي يرزق ويسأل في كلامي. وسألت صديقي وأخويا الصحفي هاني عزب، قال لي بلاش تطلعي دلوقتي في برامج وما سمعتش كلامه، وهو حي يرزق ويسأل في كلامي. كلمت المعدة اعتذرت عن الحلقة، قالت لي هنتكلم في المطلق، وبعتت لي الأسئلة وحذفت كل ما يخص أو يجرح الآخرون، ورحت البرنامج وحصل اللي شفتوه، والمعدة ضحكت علي وعرضوا صور على الشاشة، ومش مهم أن أولع، وكان البرنامج على الهواء مباشرة، ولأني بحترم نفسي قبل ما احترم الآخرين كملت الحلقة. وعشان محدش يفهم أو يترجم على مزاجه أو خياله الشخصي، قصدي من الحكاية دي ما يقع إلا الشاطر. أنا حزينة عشان الناس المريضة نفسيا بقت حوالينا كتير، كل الاحترام ولا تعليق ولا تعقيب على احكام النيابه، بس الحكايه لسه ما خلصتش. ارجو الدعاء لام بنت وولد ما شاء الله على التربيه، واواخر العنقود الطفل الرضيع 4 شهور، وصديقه صدوقه واعلاميه حاصله على ماجستير في الاعلام، وان شاء الله الكلمه الاخيره للقضاء المصري النزيه.